البوينت اللي عندنا اللي انا هتكلم عليها بعد كده هي الالكتريك ريزيستنس. هو اكشلي احنا الوايرز لما كنا بنتكلم قبل كده ما جبناش سيره الواير من جوه. هي الوايرز عندنا المفروض دي معموله من الكبر، فالكبر ده المفروض ان هو سوليد ماتيريال. فالسوليد ماتيريال دي لو انا دخلت من جوه هي مليانه بارتكلز كتيره جوه كده، فده هيسبب لي مشكله لما تيجي الكرنت يتحرك او الكترونز تتحرك عشان تعمل لي الكرنت. ان لما يجي الكرنت يتحرك او الكترونز تمشي جوه الواير، فده هيخلي الكرنت جوه الواير يتحرك بالشكل ده، يفضل يعمل كوليجنز مع البارتكلز اللي جوه دي. فالكوليجنز دي لو انت تخيلت ان انت ماشي في مكان وعمال تخبط في كراسي او حاجات محطوطه في الباث بتاعك، ده هيضايقك. فبنقول ان الكوليجنز اللي بتحصل دي بتعمل اوبوزيشن للكرنت، بتضايق الكرنت. وعايز ريزلت للكوليجنز دي كمان، انت لو بتتحرك بتوين بارتكلز هيحصل حاجه تانية كمان، هيحصل فريكشن بينك وبين البارتكلز دي. فده اللي بيحصل للكرنت هو ماشي جوه الواير، الالكترونز بتاعته بتكسكيت اكسبوزد لحاجتين، الكوليجنز مع البارتكلز اللي جوه، وكمان فريكشن مع البارتكلز اللي جوه الواير ده. فالكوليجن والفريكشنز دول بيضايقوا الكرنت، فعشان كده بنسمي اللي حصل ده ريزيستنس. فبنقول ان الريزيستنس هي اوبوزيشن تو ذا الكتريك كرنت، بتحصل بسبب حاجتين، الكوليجنز وكمان الفريكشن. طيب الفريكشن ده لو جينا نفكر كده هيخلينا ناخد بالنا من حاجه دايما بتحصل مع الالكتريك ديفايسز، ان اي حاجة بيحصل فيها فريكشن بتطلع هيت. فعشان كده اي الكتريك ديفايس انت مشغله بتلاقي الكتريك ديفايس ده كل ما كمية الكهرباء اللي هو محتاجها عشان يشتغل زادت، كل ما الديفايس ده بيسخن اكتر. فالهيت اللي طالع او السخونية اللي انت حاسس بيها دي جايه بسبب الفريكشن اللي بيحصل جوه الواير نفسه. احنا عندنا تو تايبس من الريزيستنس، في حاجة بنسميها فيكسد ريزيستور، ودي بتبقى كونستنت فاليو، عندها فيكسد فاليو ثابته ما بتتغيرش. ودي عشان نرسمها جوه السيركت او في الرسمه بتاعتنا السيمبل بتاعها، يا اما بيبقى زجزاج كده يا اما بتبقى ريكتانجل بالمنظر ده. هي في الحقيقه لو انت فتحت مثلا الادابتر بتاع الشاحن بتاعك هي شكلها في الحقيقه بتبقى عامله كده، بتبقى بيس اوف واير كفرد بسيليكون ماتيريال، وبتبقى محطوطه جوه الديفايس عشان اتحكم في الكرنت اللي ماشي جوه الجهاز ده. في تايب تاني من الريزيستنس حاجه بنسميها الفاريبل ريزيستور. الفاريبل ريزيستنس اسمها كده، دي ريزيستنس انت تعرف تكنترول الفاليو بتاعتها. عايز ازودها عايز اقللها اعرف اتحكم فيها، ودي طبعا بتبقى اسهل ليا بالذات لو انا بشتغل في لاب. يعني لو انا بعمل اكسبيرمنت في لاب، فبدل ما افضل كل شويه اشيل ريزيستنس واجيب ريزيستنس اشيل ريزيستنس واجيب ريزيستنس، الفاريبل ريزيستنس بتبقى حل اسهل لي بالنسبه لي. السيمبل بتاعها برضو يا اما زجزاج يا اما ريكتانجل، بس بيترسم عليه ارو. اي اصلا سيمبل عندنا في الفيزيكس بيتحط عليه ارو، ده معناه ان الحاجه دي بقت كنترول، ده اعرف كنترول الفاليو بتاعتها. وشكلها في الحياه بيبقى عامل كده. شكلها في الحياه ليه عامل كده دي هنتكلم عليها بالتفصيل كمان شويه، وهنتكلم ازاي اصلا بنكنترول الفاليو بتاعتها، ايه الحاجه اللي فيها بعرف اتحكم فيها فاتحكم في الفاليو بتاعتها. احنا المفروض عندنا في 4 فاكتورز يافكتوا الفاليو بتاعت الريزيستنس. اول فاكتور عندنا اللينث بتاع الواير. انا تخيلت مثلا كده ان انا عندي 2 وايرز، واحد شورت واير بالمنظر ده والتاني لونجر واير كده، وجي الكرنت يمشي في التو وايرز دول، في مين هيحصل له فريكشن اكتر او هيكسبوزد الكوليجنز اكتر؟ انت كل ما المسافه اللي انت بتمشيها زادت بتوين البارتكلز، مع كانك بتعمل فريكشن وكوليجن اكتر، فالريزيستنس هتبقى اكتر. فبالتالي الواير اللي عنده لينث اكتر هيبقى عنده ريزيستنس اكبر، والعكس اللي عنده شورتر لينث هيبقى عنده سمولر اماونت اوف كوليجنز اند فريكشن، فبالتالي الريزيستنس بتاعته هتكون اقل. طيب تاني فاكتور ممكن يأفكت الريزيستنس بتاعت الواير هو الثيكنس او الاريا بتاعت الواير. انت لو عندك ثيك واير بالمنظر ده كده وثين واير بالمنظر ده كده، وجيه الكرنت يتحرك، في مين هيبقى فيه فريكشن اكتر؟
اللي يبقى فيه فريكشن اكتر اللي عنده سمولر اريا، هتبقى البارتكلز كومباكت اكتر يعني لازقه في بعضها اكتر، فبالتالي انا هجيت اكسبوزد للفريكشن اكتر، فبالتالي كل ما الاريا بتاعت الواير بتاعي قلت كل ده ما هيخليني اتاثر بريزيستنس اكتر، والعكس كل ما الاريا زادت كل ما ده يخلي الريزيستنس اللي انا بتاثر بيها اقل. الفاكتور التالت هو التايب اوف ماتيريال نفسها، انا كل ماتيريال جواه كميه الكترونز وبارتكلز معينه، دي حاجه ما اعرفش اتحكم فيها، فبالتالي نوع الماتيريال نفسه ده يفرق في الريزيستنس بتاعتها. يعني الكبر، احنا ليه بنستخدم الكبر؟ لان الكبر عنده اقل ريزيستنس وعنده اكتر كميه الكترونز فري، فبالتالي هو احسن واحد بيوصل لي الكتريستي، فنوع الماتيريال بالنسبه لي حاجه برضو تفرق في الريزيستنس بتاعتي. الفاكتور الاخير عندنا في الفاكتورز اللي بتافكت الريزيستنس هو التمبريتشر بتاعت الواير نفسه. هو لو انا تخيلت ان انا عندي واير وبعمل له هيتنج بالمنظر ده، انت لما بتيجي تعمل هيتنج للواير البارتكلز اللي جوه الواير هتجين مور انرجي، فلما تجين مور انرجي ده هيخلي الفايبريشنز بتاعت البارتكلز تزيد، الفايبريشنز لو بدأت تزيد وانت بدأت تتحرك بتوين البارتكلز اكتر ده يخلي الفريكشن يزيد، فبالتالي الريزيستنس هتزيد، فبالتالي الكرنت اللي ماشي في الواير ده يحصل له ديكريزنج، وده يبان قوي في الديفايسز زي الموبايلات مثلا. الموبايلات لما بتسخن قوي هي بتعمل ريستارت لوحدها. ريستارت ليه؟ لان هي لما سخنت الريزيستنس زادت، فالكرنت اللي داخل الديفايس قل، فبقاش قادر يأوبريت نفس الاوبريشنز اللي انت عايزها، فعشان كده بيعمل ريستارت يطفي ويبرد شويه بعد كده يرجع يشتغل تاني. دول الفور فاكتورز اللي افكت الريزيستنس بتاعت اي واير عندنا: لينث واريا، ماتيريال، وتمبريتشر. طب الفاريبل ريزيستنس بيعملوها ازاي بقى؟ هي الفاريبل ريزيستنس اللي هي كوميرشال نيم كده بنسميها ريوستات، هي بتبقى عباره عن سلندر اللي هي الصفرة اللي هنا دي ملفوف حواليها وايرز، وبعد كده عندي فوق هنا في متر رود، والميتال رود ده محطوط عليه هنا سكرو بنسميه سلايدر. السكرو ده عنده الابيليتي انه يتحرك يمين وشمال بالمنظر ده كده. طيب انا عشان استخدمها تشتغل كفاريبل ريزيستنس هعمل ايه؟ هجيب الواير بتاعي اوصله مره بالناحيه اللي تحت هنا دي، احط هنا الباتري كده، والسايد التاني من الواير ده هوصله بالحته اللي فوق كده، واسيب الحته دي فاضيه في الاير كده. المفروض ان انا عندي الكرنت بيطلع من البوزيتيف كده، يعني الكرنت بيطلع من هنا، فلما يجي الكرنت يتحرك هيبدا يخش جوه الواير ده، بعد كده يلف جوه الوايرز اللي هنا لحد ما يقابل السلايدر ده. لما يقابل السلايدر ده الكرنت عنده اختيارين: الاختيار الاولاني انه ممكن يكمل في الواير نفسه، بس لو جه كمل في الواير هتلاقي ان الحته اللي في الاخر هنا دي البارتكل اللي قاعد هنا، الحته دي هنا اير، الاير ده من الماتيريالز اللي عندها فيري هاي ريزيستنس عشان ما نتكهربش، فمعنى كده ان البارتكل ده ما عندوش مكان يروحه، فبالتالي كل البارتكلز اللي قاعده جنبه، لان هو الواير كله مليان الكترونز وبارتكلز جنب بعض كده، كل ده مليان بالمنظر ده، كل دول مش هيعرفوا يتحركوا بسبب ان ده مش عارف يتحرك، فبالتالي بقى الطريق ده بالنسبه للكرنت مش هيعرف يمشي فيه، لانه مش هيرجعه للباتري، والبارتكلز اللي هنا اصلا رافض ان هي تعمل موفمنت، فيبقى اجباري الكرنت لازم هيدور على مين؟ يدور على السلايدر عشان يطلعه للميتر رود فيرجعه للباتري من الناحيه التانيه هنا كده. فانا كده خدت بالي من حاجه، ان انت ككرنت عشان ترجع للباتري انت بتدور على السلايدر، فانا ممكن ابدا اتحكم في ده. انا لو جبت السلايدر في الاول هنا بقى الكرنت عشان يوصل للسلايدر هيمشي الحته دي بس، فلما يمشي الحته دي بس انت كده مشيته لينث قليل، مشيته لينث قليل يبقى انت قللت الريزيستنس فيبقى الكرنت زاد. طب لو انا سحبت السلايدر جبته في الاخر هنا بقى الكرنت عشان يوصل للسلايدر هيمشي كل ده، فبالتالي بقى الكرنت عشان يوصل للسلايدر هيمشي لينث اطول، فبالتالي يمشي ريزيستنس اكتر فيبقى فيه كرنت اقل، فانا بقيت عن طريق الموفمنت بتاعت السلايدر بكنترول اللينث اوف واير، وبالتالي اكنترول الفاليو بتاعت الريزيستنس.
بوينت رقم 6 اللي هنتكلم عليه هي حاجة بنسميها الريزيستيفيتي، أو في مسمى آخر بنسميها السبيسيفيك ريزيستنس اوف ذا واير اور ذا ماتيريال. ايه الريزيستيفيتي؟ احنا قلنا من شوية انك لما بتيجي تمشي جوه الواير بيبقى فيه بارتكلز بتأبوز الموفمنت بتاعت الكارنت دي. الريزيستيفيتي دي رقم بيقول لك كمية البارتكلز اللي بتضايقك جوه الواير كتيرة ولا قليلة. فكل ما الريزيستيفيتي زادت معنى كده ان الاماونت اوف بارتكلز اللي انت هتعمل فيها فريكشن زادت، والعكس كل ما الريزيستيفيتي كرقم قلت معنى كده ان الاماونت اوف بارتكلز اللي انت هتعمل معاها فريكشن قلت. فبالتالي الريزيستيفيتي بتديسكرايب ذا اماونت اوف بارتكلز ذات اوبوز ذا موفمنت اوف الكترونز، بتديسكرايب الاماونت اوف بارتكلز اللي هتضايق الالكترونز وهي ماشيه جوه الواير. السمبل بتاع الريزيستيفيتي بيتكتب ايه؟ شبه السيمبل بتاع الدنسي، بيكتب رو كده وجنبها ايه عشان احنا بنتكلم على بارتكلز هتوبوز الكترونز، فدي ريليتد للالكتريستي غير الدنسي العاديه. طيب احنا عايزين بقى نلم الفاكتورز اللي بتأفكت الريزيستنس في رول واحده. احنا كان عندنا ان الريزيستنس كانت دايركت مع اللينث، كان كل ما اللينث زاد كل ما الريزيستنس زادت، وكان عندنا ان الريزيستنس برضو انفرس مع الاريا. طيب بالنسبه للريزيستيفيتي احنا قلنا الريزيستيفيتي دي الاماونت اوف بارتكلز اللي هتوبوز الموفمنت بتاعت الكرنت، فكل ما تزيد معنى كان ان الريزيستنس زادت، فيبقى الريزيستنس كمان دايركت مع الريزيستيفيتي. طب لو عايز الم الرول في رول واحده بقى هوصل كده الرول لطيفه تقول ان الار اللي هي الريزيستنس ايكوال الريزيستيفيتي في اللينث اوفر الاريا. بقت دي الرول اللي ممكن احسب منها الريزيستنس، ان الار بتساوي الرو تايمز اللينث اوفر الاريا. طيب لو عايز اجيب بقى الريزيستيفيتي في ناحية لوحدها اللي هي دي، فينفع اعمل كروس مالتيبليكيشن واقوم قايل كده ان الريزيستيفيتي اللي هي الرو ايكوال، اعمل فراكشن كده هيبقى عندك ال R تايمز ال A over ال L اللي هي length الواير. بقت دي الرول اللي ممكن احسب منها الريزستيفيتي. طب عايز اطلع اليونت بتاعتها بقى، تعالى امسكها واحدة واحدة كده. انت عندك الريزستنس اليونت بتاعتها بالأوم، والاريا اليونت بتاعتها متر سكويرد over ال length اللي هو بالمتر. طب ما الميتر ده يشيل السكويرد ده، فتطلع اليونت بتاعت الريزيستيفيتي لو شيلنا دول كده تطلع اليونت بتاعت الريزيستيفيتي هي اوم في متر. بقت دي هي اليونت بتاعتها. طيب ايه الفاكتورز اللي ممكن تأثر على الريزيستيفيتي؟ ممكن حد يجري كده يقوم ايه جايب الفاكتورز من الرول، هتطلع غلط لان في الاصل الرول دي بتاعت الريزيستنس، دي كانت الفاكتورز اللي بتاثر على الريزيستنس. اما ايه الفاكتورز اللي ممكن تافكت الريزيستيفيتي؟ احنا قلنا ان الريزيستيفيتي دي اماونت اوف بارتكلز جوه الواير. الاماونت اوف وايرز دي الاماونت اوف بارتكلز دي حاجه انت ما تعرفش كنترول الكميه بتاعتها، ما اعرفش كنترول انها زود البارتكلز او قللها، فبالتالي دي حاجه بتديبند على الماتيريال نفسها. فاول فاكتور بيأثر على الريزيستيفيتي هو التايب اوف ماتيريال. عشان كده بقول على الريزيستيفيتي دي لو انتوا فاكرين من السنه اللي فاتت كانت الحاجات اللي بتبند على التايب اوف ماتيريال بنسميها فيزيكال بروبرتي. فيزيكال بروبرتي لان هي افكتد بالتايب اوف ماتيريال بس. طيب في فاكتور تاني ممكن يأثر عليها غير التايب اوف ماتيريال اللي هو التمبريتشر، لان التمبريتشر لما بتتغير لسه زي ما قايلين من شويه ده بيغير البيهيفير بتاع البارتكلز اللي جوه الواير، فكانك لعبت في الاستراكشر بتاع الماتيريال او البروبرتي بتاعه الماتيريال. انا لسه قايلين من شويه انك لما بتسخن الواير البارتكلز بالجين انرجي فتفايبريت اكتر فده يعمل لي ريزيستنس اكتر، فيبقى الريزيستيفيتي هي بتتأثر بتو فاكتورز بس، الماتيريال والتمبريتشر بتاعة الواير نفسه. طيب لو عايز اكتب لها ديفينيشن
هنجيب ال definition من الرول عادي، هي ال resistivity قلنا بتساوي رو في A over L، فهنخلي ال area دي ب 1 وهنخلي ال length ده ب 1 ونمشي مع الرول بقى، نقول ان ال resistivity هي resistance of wire of length 1 meter and the cross section area 1 meter squared at constant temperature، لان ال temperature لو اتغيرت ال resistivity هتتغير، فيبقى الرقم اللي ساعتها اللي هو مدوني غلط. فيبقى تاني بيقول ان هي resistance of wire of length 1 meter and the cross section area 1 meter squared at constant temperature. هنا ال give reason بتاعت ال rise in temperature of conductor increases as the electric resistance increases its electric resistance. سوري ده اللي لسه قايلينه، قلنا لما بنسخن الواير particles بتجين مور انرجي فبتفايبريت اكتر فتعمل لي فريكشن اكتر وكوليجن، فده يزود الريزيستنس. البوينت اللي هنتكلم عليها بعد كده حاجه اسمها الكوندكتيفيتي. الكوندكتيفيتي من اسمها كده هو انت هتعرف كماتيريال توصل الكتريستي ولا لا. فلو جينا نفكر من شويه، احنا قلنا ان الريزيستيفيتي كل ما زادت كل ما كميه البارتكلز اللي بتضايقني زادت، فده يخلي الابيليتي بتاعتي ان انا اوصل الكهرباء تكون اقل. كل ما الريزيستيفيتي زادت كل ما مش هعرف اوصل، والعكس كل ما الريزيستيفيتي قلت كل ما هعرف اوصل احسن. فمعنى كده ان الكوندكتيفيتي والريزيستيفيتي الاتنين عكس بعض. عشان كده حتى الديفينيشن بتاع الكوندكتيفيتي بيقول ان الكوندكتيفيتي هي الريسيبروكال بتاعه الريزيستيفيتي، هي الانفرس بتاعها. السيمبل بتاع الكوندكتيفيتي لما بنيجي نكتبه بنكتبه حرف سيجما كده وجنبه اي صغيره، احنا قلنا ان هي الانفرس بتاع الريزيستيفيتي، فبنقول ان الكوندكتيفيتي ايكوال 1 اوفر الريزيستيفيتي. يعني بقى الروت الرول بتاعتي بتاعت الكوندكتيفيتي بالمنظر ده كده. طب احنا من شويه لسه كنا قايلين ان الريزيستيفيتي ايكوالز ار تايمز اي اوفر ال، دي الرول بتاعت الريزيستيفيتي، وكانت اليونت بتاعتها اوم دوت متر. طب ما الكوندكتيفيتي العكس، فينفع اعكس الرول دي واقوم قايل كده ان الكوندكتيفيتي ايكوال ال اوفر ار تايمز اي اللي هو الانفرس بتاعها. بس اليونت بتاعتها بقى، اليونت بتاعتها تتعكس، فممكن حد يكتبها 1 اوفر اوم دوت متر. 1 اوفر اوم دوت متر دي ما بنحبش نكتبها كيونت بالمنظر ده، فممكن نطلعها فوق فتتكتب اوم ماينس 1 في متر ماينس 1، وتبقى دي اليونت بتاعت الكوندكتيفيتي. اوم ماينس 1 دي بس ساعات بنشيلها كده ونحط مكانها اسم عالم كان اسمه سايمون، فتبقى اليونت بتاعتي ينفع تتكتب سايمون دوت متر ماينس 1. طيب طالما هي الانفرس بتاعت الكوندكتيفيتي بتاعت الريزيستيفيتي فهي عندها سيم فاكتورز، فالتو فاكتورز برضو اللي بيأثروا على الكوندكتيفيتي عندي هما التايب اوف ماتيريال، وبالتالي هي كمان تعتبر فيزيكال بروبرتي، والتايب التاني هو التمبريتشر. بس تعال نشوف كده التمبريتشر لو زادت ايه اللي هيحصل في الكوندكتيفيتي. احنا قلنا من شويه لو التمبريتشر زادت ده بيزود لي الريزيستيفيتي، لان البارتكلز بتفايبريت اكتر فتعمل فريكشن وكوليجن اكتر، واحنا لسه قايلين ان الريزيستيفيتي عكس الكوندكتيفيتي، فالريزيستيفيتي لو زادت بتاعه الماتيريال الكوندكتيفيتي بتاعتها هتقل. يبقى كل ما الماتيريال تسخن كل ما الكوندكتيفيتي بتاعتها يحصل لها ديكريزنج. لو عايز ارسم جراف، انا بيقول لك عايز ارسم جراف بين الريزيستيفيتي واللينث، ممكن حد يتخم في السؤال ده ويروح لرول الريزيستيفيتي، الريزيستيفيتي ايكوال ار تايمز اي اوفر ال. فلو راح للرول كده الريزيستيفيتي واللينث الاثنين انفرس مع بعض، فهيختار الريليشن اللي في الاخر دي. مش معنى اللي في الاخر عشان ما ينفعش، قلنا لو لما اجي اعرف هي سي ولا دي في الانفرس بجرب احط الاكس اكسس بزيرو، فيحط اللينث بزيرو مش هتنفع فيختار الاخير. فطبعا الاجابه دي غلط، وان هو راح للرول غلط. احنا قلنا الريزيستيفيتي هي فيزيكال بروبرتي، فيزيكال بروبرتي يعني مش هتتغير غير لا اما الماتيريال تتغير لا اما التمبريتشر بتاعه الماتيريال تتغير.
وهنا بيغير لينث، فدي ولا ماتيريال ولا تمبريتشر، فيبقى الريزيستيفيتي هتفضل ثابتة. فساعتها هتكون الانسر هنا ايه؟